نفرض أنا لدينا التفاعل التالي: جزيء A زائد جزيء B وهم في توازن ديناميكي مع الجزيئات C زائد D، والذي يعني أن معدل التفاعل الأمامي يساوي معدل التفاعل الخلفي أو التفاعل العكسي. سيكون هناك تراكيز توازن معينة من A B C و D، ويمكن إيجاد ما هو ثابت التوازن إذا أردنا، وسأقولها مرة أخرى وذكرتها 4 مرات إلى الآن. حقيقة أن معدل التفاعل الأمامي هو نفسه كمعدل التفاعل الخلفي لا يعني أن كل التراكيز هي نفس الشيء، التراكيز نفسها من كل الجزيئات قد تكون مختلفة جدا، إنهم فقط لا يتغيروا مرة أخرى لأن المعدلات الأمامي والخلفي هي ثابتة. الآن بعد هذا نظرا لأننا في توازن الآن، ماذا سيحدث إذا أضفت المزيد من A إلى النظام؟ إذا تذكروا نحن في توازن، نحن في توازن، التراكيز كانت ثابتة لكن الآن فجأة نضيف المزيد من A إلى النظام. إذن الآن احتماليات تصادم كل من A و B، حتى وإن كنت لا أضيف المزيد من جزيء B إلى النظام، الاحتمالات هي أعلى قليلا، حيث B و A ستتصادم بالطريقة الصحيحة. إذن التفاعل الأمامي سيكون محتمل أكثر. إذن إذا أضفنا المزيد من A إلى النظام سيكون لدينا أكثر جزيئات، أكثر من A ستتصادم مع جزيئات أكثر من B، B ستقل، سيقل تركيزها لأن المزيد من B سيستهلك. والأكثر أهمية هو أن B و D و C بالتأكيد سوف يزدادوا، والطريقة التي قمنا بها هي إضافة المزيد من A، وهذا يعني أن الجزيئات من A ستتصادم بشكل أكثر في الجزيئات من B، ولهذا التفاعل الأمامي فجأة معدله سوف يكون أسرع من التفاعل الخلفي. إذن التفاعل سيكون في هذا الاتجاه، ومن ثم سيكون لدينا المزيد من A من C و D، وربما بعض من هذه سوف تعود إلى هذا الاتجاه، وفي النهاية سنصل إلى توازن جديد مرة أخرى. لكن خلاصة القول سيكون لدينا المزيد من A وأقل من B، لأننا لم نضيف المزيد من B، أضفنا فقط من A. إذن المزيد من B سوف يستهلك حسنا مع الجزيئات الإضافية من A، ومن ثم سوف ينتج المزيد من D و C في التوازن. ويمكنكم أن تتخيلوا إذا أضفنا المزيد من A والمزيد من B، لنقل إذا أضفنا المزيد من B أيضا، الآن التفاعل سوف يسير في الاتجاه الأمامي بشكل أكبر. لا أعتقد أن هذه فكرة مذهلة، هذه فكرة بسيطة طبعا، أعتقد أنها نوعا ما واضحة. إذا أجدنا أو ضغطنا هذا التفاعل عن طريق إضافة المزيد على هذا الجانب، سيكون من الطبيعي أن نسير في الاتجاه الذي يخفف الإجهاد. نعم، إذا أضفنا المزيد من A سيكون لدينا المزيد من جزيئات A تتصادم مع جزيئات B، وسيصير التفاعل في هذا الاتجاه، وربما يستهلك أكثر قليل من جزيئات B إذا أضفنا المزيد من كلاهما، كل شيء سيصير في هذا الاتجاه. سأعيد كتابة التفاعل مرة أخرى وسأستخدم لون مختلف هذه المرة: A زائد B في توازن ديناميكي مع C زائد D. إذا أضفنا المزيد من C، أعتقد أنا وصلتكم الفكرة هنا، ماذا سيحدث؟ حسنا، هذا سيدفع A و B للأعلى، وربما D سيستهلك بشكل أكثر قليلا، ومن ثم إذا أضفنا المزيد من C و D D الآن، من ثم بالتأكيد سينتج المزيد والمزيد من B و A، وهذه الفكرة تبدو منطقية وبديهية، ليست بحاجة إلى مناقشة، وهي لها اسم خيالي وتسمى مبدأ لي شاتليرز. لي شاتليرز، أرجو أن أكون ألفظها بالشكل الصحيح، مبدأ لي شاتليرز. إذا شاهدتم ما يكفي من هذه الفيديوهات ستعلمون أنه يجب الحذر عند لفظ الكلمات، وأنا ضعيف جدا في هذا، وكل ما ينص عليه هذا المبدأ هو عند إجهادنا التفاعل الذي يكون في توازن، انتبهوا له، التفاعل سيفضل هذا الجانب أو إلى جانب معين من التفاعل حتى يخفف من هذا الإجهاد أو الضغط. عند القول إجهاد أو ضغط التفاعل، يعني مثلا إضافة مزيد من A تحرك إلى الأمام ليخفف الإجهاد، ستريس المزيد من A، يعني هو ليس ضغط كما في الطريقة التقليدية بريشر، لا، لكن هذا نوع من الإجهاد أو الضغط. نحن بطريقة ما سنكيف وحسب حاجتنا، حسب ما نريد وحسب التراكيز التي لدينا أو التي نريدها. إذا مع مبدأ لي شاتليرز لنفكر في حالات أخرى. لنفرض لدينا حرارة معينة A زائد B زائد حرارة معينة هيت، وهذا ينتج C في توازن طبعا، C زائد D، وربما تنتج بعض من E أيضا، ينتج بعض من E إذا ضفنا حرارة إلى النظام. ماذا سيحدث؟ إذا حتى يسير التفاعل
إذا حتى يسير التفاعل في الاتجاه الأمامي نحتاج إلى حرارة. كلما كانت الحرارة أكثر لدينا سيكون احتمال أكبر ليسير في الاتجاه الأمامي. إذا مبدأ لي شاتليرز يقول أننا نضغط على التفاعل عن طريق إضافة حرارة، إذا التفاعل سيفضل الاتجاه الأمامي الذي يخفف الضغوطات. نعم، إذا للتخفيف من الضغوطات لدينا المزيد من هذا المدخل، إذا سنستهلك المزيد من A. إذا التركيز المستقر من A حالما نصل إلى التوازن سينخفض، وB أيضا سينخفض لأنه سيستهلك بشكل أكبر. التفاعل الأمامي يحدث بشكل أكبر، ومن ثم D E C سترتفع. الآن إذا قمنا بالعكس لنمسح ما قمت به، لنقل بدلا من إضافة حرارة، أو نمسح هذه، نعم سنطلق حرارة أو نزيل حرارة بدلا من إضافة حرارة. إذا لنقل سنزيل حرارة، سنزيل حرارة، سأتأكد أن المؤشر لدي يعمل. حسنا، إذا أخذنا حرارة من التفاعل هيت، ما الذي سيفضله التفاعل؟ حسنا، سنفضل في تلك الحالة السير في الاتجاه العكسي لأنه سيكون هناك حرارة أقل هنا. نعم، يعني كل هذا سيفضل أن يكون في الاتجاه العكسي. إذا هذا المعدل سيسيطر على هذا المعدل هنا، نعم العكسي على الأمامي، معدل هذا التفاعل سوف يبطأ، هذا سيكون أكبر، ومن ثم سيكون هناك حركة أكبر في التركيز في هذا الاتجاه، أو التفاعل الخلفي سيكون مفضل أكثر كما ذكرنا. الآن نفكر في ضغط آخر، الضغط. الآن تخيلوا أننا ذكرنا عملية هابر من قبل، وهذا تفاعل عملية هابر، غاز النيتروجين زائد 3 مول من غاز الهيدروجين في توازن ديناميكي مع 2 مول من غاز الأمونيا. الآن ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ إذا طبقنا ضغط على النظام، الآن سنطبق ضغط معين وهو بريشر يعني أي الضغط. إذا فكرنا في الذي يحدث مع الضغط بريشر، نعم كل شيء فجأة سينضغط، كل شيء فجأة سينضغط بالرغم من أنه ليس بالضرورة أن يتقلص الحجم، انتبهوا، لكن الضغط نوعا ما يجعل الجزيئات تريد أو تجبر على أن تصبح قريبة من بعضها. الآن عندما تصبح الجزيئات قريبة من بعضها جهد الضغط يمكن أن يخفف إذا انتهى بين الحال مع جزيئات أقل، مع جزيئات أقل. فكروا بهذا هكذا، انظروا بي في تساوي ان ار تي، تعلمنا هذا عدة مرات ويمكن أن نكتبها هكذا، بي تساوي ان ار تي على في. الآن إذا زدنا الضغط، إذا زدنا الضغط كيف يمكن تخفيف هذا؟ تذكروا مبدأ ليد شاتليرز يقول أيا كان ما سيحدث فهو سيخفف الضغوطات، التفاعل سيسير في هذا الاتجاه بحيث يخفف الضغط. حسنا، إذا قللنا عدد الجزيئات، إذا قللنا عدد الجزيئات من ثم هذا سوف يخفف الضغط، سيكون لدينا أشياء ترتد عن بعضها البعض. إذا قللنا عدد الجزيئات هل يمكن أن نبين هذا؟ يعني لا ينبغي كتابة هذا هكذا لأنها ليست هكذا تماما، لكن أريدكم أن تفكروا بها بهذه الطريقة. سأمسح هذا، سأمسحه، من المحتمل أن هذا لم يكن واضح بشكل، لا بشكل جيد، ليس واضح بشكل جيد. حسنا، إذا كان لدينا وعاء، لنرسم وعاء، ليس هكذا، نفس الشيء، إلى متى؟ إذا كان لدينا وعاء، حسنا، وطبقنا ضغط عليه، وإذا كان لدينا داخل هذا جزيئان، هنا رسمت وعاءان على اليسار جزيئان، لنقل هي 4 جزيئات في هذا الحجم بدلا من جزيئان، حسنا 4. وفي الحالة الأخرى لنقل أنه حصل دمج وفقط لدينا جزيئان هنا. حسنا، التفاعل يمكن أن يكون بين هذا وبين هذا، الأربعة بحيث تندمج لتنتج جزيئان فقط. في الواقع سأستخدم هذا المثال أعلى هنا، لنقل جزيء النيتروجين هو هذا بالأزرق هنا، في الواقع سأكتبه بلون مختلف آخر، هذا البرتقالي هنا، يمكن أن يندمج مع 3 هيدروجينات وينتج هذا. إذا هذه طريقة أخرى لكتابة التفاعل رائعة، ربما بطريقة مرئية أكثر. الآن إذا أنا أطبق ضغط، إذا كنا نضيف ضغط إلى النظام، إذا الضغط الذي أتخيله هو نوعا ما قوة أكثر لكل مساحة من كل اتجاه، وأنتم تعلمون هذا، أي من هذه الاحتمالات الحالات هو محتمل أكثر، أي من هذه الحالات هو محتمل أكثر لأنه يخفف الوضعية. حسنا، الوضعية الأفضل حيث لدينا جزيئات أقل تتصادم لأنه أسهل تطبيق أو أعتقد ضغطهم مع بعضهم أكثر.
من عندما يكون هناك جزيئات أكثر تتصادم في الأنحاء. أنا أقوم بهذا بشكل مختلف، لكن أعتقد أن هذا يعطيكم فكرة معينة. إذا طبقنا ضغط النظام، فكرة رائعة. إذا الضغط ارتفع، هذا لا يعني أن الضغط ينخفض. لا، هذا سهم خاطئ. هذا يعني أن الضغط يطبق على النظام. ما الجانب الذي سيفضله التفاعل؟ التفاعل سوف يفضل الجانب الذي لديه جزيئات أقل، وهذا الجانب لديه جزيئان، وهما جزيئا الأمونيا. وهذه العملية كما ذكرنا هي عملية أو معادلة هابر أو هاربر. في مقابل هذه الجزيئات، حيث لدينا أو هذا التفاعل حيث أو هذا القسم، حيث لدينا 4 جزيئات من غاز النيتروجين و3 من الهيدروجين. الآن نعود بكل هذا إلى الفكرة الكاملة التي شاهدناها من قبل في توازن علم الحركية أو الكايناتكس. أرجو أن يكون الذي شرحته مفهوم لديكم. لنفرض أن لدينا تفاعل، نبين أن هذا يتماشى مع مبدأ ليشاترياز تعلمناه في ثوابت التوازن. إذا لنقل كان لدينا 2 مول، أو المعامل اثنان من E، أي الحالة الغازية، زائد B في الحالة، آسف، من A زائد B من الحالة الغازية في توازن مع C في الحالة الغازية. ونقل في البداية، حيث التوازن الأول تركيز A هو 2 مولية على سبيل المثال، أو المولية هي 2، نعم. تركيز B هو 6 مولية، حسنا. ومن ثم تركيز C هو 8 مولية. إذا ما هو ثابت التوازن هنا؟ ثابت التوازن هنا هو تركيز الناتج C، وهذا 8 مولية، تقسيم 2 مولية تربيع، لأنه من هذا 2 تربيع، ضرب 6، ويساوي 8 على 24، وهذا يساوي 8 على 24، وهذا يساوي 1 على 3. الآن لنقل أننا سنضيف المزيد من A، ولن أقول بالضبط ما هي الكمية، يمكن أن يصبح هذا معقد في الحسابات. لكن لنقل بعد إضافة المزيد من A لدينا تركيز جديد. الآن لنقل أن التركيز لـ A هو 3 مولية. ربما ستتساءلون، هل أضفنا 1 مولية؟ لا، لم نضف 1 مولية، ربما في الواقع أضفت أكثر من 1 مولية. ولكن ما يحدث هو أيا كان ما أضفته، هذا سيدفع بالتفاعل نحو الاتجاه الصحيح، أو نحو الاتجاه الأمامي. إذا بعض منه سوف يستهلك ويسير في هذا الاتجاه، لكن أيا كان ما تبقى هنا، إذا ربما قد أضفت أكثر من 1 مولية إلى النظام، بعض منه استهلك، نعم، وتبقى لدينا تركيز التوازن وهو 3. إذا ليس من الضروري إضافة 1، يمكن إضافة أكثر من هذا. ولنقل التوازن الجديد لـ C هو 2، أو التركيز الجديد لـ C هو 12 مولية، وهذا يتسق مع ما قلناه. يجب أن ننتج، إذا أضفنا A معينة فإن تركيز C يجب أن يزداد، ومن المنطقي أن تركيز B يجب أن يقل بشكل قليل، لأنه سيستهلك أكثر، لأنه سوف يتصادم، أو أنه محتمل بشكل أكبر أن يتصادم مع جزيئات A أو جسيمات A. إذا لنرى ما هو التركيز الجديد لـ B. تذكروا ثابت التوازن سيظل ثابت، حسنا. إذا ثابت التوازن الآن سوف يساوي تركيز C، هذا من التفاعل، وهو 12 مولية. 12 مولية، لا يجب كتابة هذا وحدات هنا، لا يجب كتابة وحدات هنا. تقسيم التركيز الجديد من A وهو 3، لكن تذكروا من التفاعل المعامل من A هو 2، إذا هو 3 تربيع. ضرب التركيز الجديد لـ B، نعم، إيه، لا يوجد معامل له هنا، إذا لا داعي للقلق بشأن الأسس. لنحسب هذا، إذا نحصل على 1/3 يساوي 12 على 9 بي. إذا ضربناها ضرب عكسي فسنحصل على 9 ضرب تركيز بي، يساوي 3 ضرب 12، وهذا يساوي 36. 36، لنقسم الطرفين على 9. التركيز الجديد لبي هو 4 مولية، إذا تركيز بي يساوي 4 مولية، نعم، 4 مولية، هذا منطقي. أضفنا كمية إضافية من A إلى التفاعل، بدأنا من 2 مولية من A، و6 مولية من B، و8 مولية من C. عندما أضفنا المزيد من A في النهاية،
سار التفاعل في ذلك الاتجاه، ربما أنه سار ذهابا وإيابا قليلا، لكنه استقر عند 3 مولية من A و12 مولية من C. إذا C ارتفعت، هذا بالتأكيد ارتفع. ولاحظوا التركيز المتوازن مستقر من B عمليا انخفض، وهذا يتماشى مع ما كنا نقوله، بحيث أن التفاعل يتحرك في هذا الاتجاه، المزيد من سي ينتج، القليل من بي يستهلك. على أي حال، على أمل أن هذا كان مفهوم نسبيا إليكم، مع الفكرة الكاملة من التفاعل المجهد أو المضغوط ومبدأ لشاتليرز. نراكم.